وتتوزع الحالات الجديدة اليوم على النحو التالي بين المقاطعات: حالتان في جيجني، اثنتان في تنبتقة، 9 حالات في الحوض الغربي في العيون مقاطعة العيون العتروس، حالة واحدة في كوبني، 1 في الطينطان، في بوتليميت حالة واحدة، في واد الناقة 1 في أطار، 1 في أكجوجت، 8 في الأقصر، 6 في السبخة، 86 في تبرق زينة، 5 في دار النعيم، 11 في تيارت، 10 في توجونين، 19 في عرفات، 6 في كل من الميناء والرياض. أما الفحوصات فتم إجراء 1535 فحص خلال 24 ساعة الأخيرة، منها 1479 من الفحوصات التشخيص، تتوزع ما بين 850 من الفحوص السريعة و629 من فحص PCR.